في سبعه ايام سوريا هل هناك بصيص امل في جنيف تونس امال وتحديات بعد الدستور والحكومه وهل ترشيح السيسي مجازفه ام امل مصر واوباما يتحدى الكونغرس بالفيتو مرحبا بكم مشاهدينا ومستمعينا الى برنامج سبعه ايام من بي بي سي نناقش في هذه الحلقه تغطيه الصحف لاهم ملفات هذا الاسبوع ومعنا لمناقشتها عرفان نظام الدين الكاتب والصحفي محمد ابو العينين الكاتب والصحفي والصحفي محمد عايش ايان بلاك محرر شؤون الشرق الاوسط في الجارديان البريطانيه اهلا بكم في الملف السوري ركزت الصحف على مفاوضات جنيف بين وفدي الحكومه والمعارضه السوريه وعكست اجواء الاجتماعات وما وراء الكواليس ما بين توقعات بفشلها الى تحول طفيف بالاتفاق على بيان جنيف واحد وجلوس الطرفين في قاعه واحده في الوقت نفسه ربطت الصحف جنيف بارسال المساعدات لمدينه حمص المحاصره وتزامن مع كل ذلك تسريبات عن تزويد امريكا المعارضه السوريه باسلحه قتاليه والعوده الى الحديث عن الترسانه الكيماويه وعدم استبعاد التهديد الامريكي بالقوه العسكريه. في الاراء ظلت الشكوك تحيط بمهمه الوسيط الدولي الاخضر الابراهيمي وسط انتقادات لدوره وقليل من المديح. نتابع. الحياة اللندنية عنوانة الجمعة تشكيك دولي بالتزام النظام تدمير ترسانته الكيماوية وفي عنوان فرعي الجربة إلى موسكو وأمريكا لا تستبعد التهديد بالقوة العسكرية العرب اللندنية عنوانة الخميس وفد النظام يناقش مكرها مرحله ما بعد الاسد ومستشاره الرئيس السوري بثينه شعبان، نحن تحدثنا عن الارهاب وهم تحدثوا عن جنيف واحد، الشرق الاوسط اللندنيه عنونت موافقه خجوله من دمشق لمناقشه الحكم الانتقالي، الابراهيمي يطلب من الوفدين تصورا للهيئه الانتقاليه. في الاراء كتب عبد الوهاب بدر خان في الحياه اللندنيه النظام في فخ جنيف 2 واداء الائتلاف ينعش المعارضه في الاخبار اللبنانيه كتب سامي كليب جنيف زائد واحد مونترو جنيف 2 يساوي صفر اتفاق مرت ثلاثة أيام على مؤتمر جنيف 2 والنتيجة صفر اتفاق ربما تمر الأيام القليلة المقبلة وتبقى النتيجة على حالها لم يقدم الوفد الرسمي حتى الآن أي تنازل ملحوظ لا يزال يتصرف على أنه ممثل للدولة وأن محاوريه لا يمثلون أصلا المعارضة وأنهم متورطون بالإرهاب الثابت الوحيد لديه وأنه لن ينسحب من المفاوضات مهما حصل وفي الشرق الأوسط اللندنية تساءل عبد الرحمن الراشد ما منطق الإبراهيمي لم يفشل المبعوث الدولي وضابط إيقاع مفاوضات جنيف الأخضر الإبراهيمي في مطلب مؤتمر جنيف بتشكيل حكم انتقالي يخرج بموجبه بشار الأسد فحسب بل فشل في إخراج أربعمائة طفل وامرأة محاصرين في حمص القديمة وكتبت الأوبزيرفر البريطانية في افتتاحيتها تحت عنوان طريق سوريا للسلام مغطى بأخطائنا لمؤتمر جنيف 2 أهداف سامية ولكن عيوبه واضحة وتكمن في غياب إيران وحزب الله وروسيا بينما كتب علي قاسم رئيس تحرير صحيفة الثورة السورية تحت عنوان إرهاب السامي الأمريكي وفائض النفاق ما يقتضي التوقف عنده أن المجاهرة الأمريكية بدعم الإرهاب ليست جديدة بقدر ما تتضمنه رسالة الأمريكية في توقيتها من تحد للمجتمع الدولي واصطفاف سياسي على ضفة الإرهاب بشراكة معلنة وواضحة وجليه عرفان طبعا العناوين يعني يوم الجمعه تتحدث كما نلاحظ في صحيفه الشرق الاوسط لا اختراق في جنيف وترحيل القضايا العالقه للجوله المقبله تشكيك دولي بالتزام النظام وتدمير رسانته الكيماويه الى اخره لكن من خلال التغطيه الصحفيه يعني الـ الـ لا اختراق اكيد بعتقد لم يكن هناك من احد يتوقع ان يكون هناك اختراق او تقدم في المحادثات لعده اسباب اولا عدم اعتراف الطرفين ببعضهم البعض يعني لا المعارضه اعترفت بالبدا بالدت... اول شيء انه النظام يتغير ثاني شيء الدوله او الحكومه او النظام لا يعترف المعارضه كممثل المعارضه والمعارضه ذهبت ب نصف معارضه يعني وهذا طيب لكن يصف. لم يكن هناك ايضا اتفاق دولي م. اذا ما لم يكن هناك اتفاق دولي لحل هذه الازمه وهل انعكس هذا في الصحافه بشكل واضح؟ اكيد في الصحافه انقسمت الصحافه يعني بين الصحافه الغربيه ركزت على النواحي الانسانيه ركزت على عمليه يعني الشرخ الكبير في المفاوضات وأن هناك في مشكلة راحت ذهبت إلى أماكن المعارك وأماكن الوضع الإنساني الرهيب في بينما في الصحافة العربية لاحظنا أن هناك يعني نوع من التركيز على عملية أنه اجتمعوا وراحوا طلعوا فاتوا يعني شيء روتيني غير غير مألوف يعني خاصة أنه الموضوع إذا لم يتم وقف إطلاق النار وإنهاء الحصار للملايين الجائعين الذين يموتون جوعا اي حل واي جنيف لا جنيف واكبر دليل انه هلا بعد اسبوع او 10 ايام جنيف اثنين وجنيف ثلاثه وجنيف اربعه وجنيف خمسه ما في قرار دولي بانهاء الازمه المحنه ماشيه والاقدر وب... و... إبراهيم معروف ببطئه وبانه يعني كانت كانت له يعني كانت هناك انتقادات كما لاحظنا نعم. عبد الرحمن و... راشد لكن هناك ايضا اراء تمدح يعني اكيد هو, هو محنك لكن دائما يلجأ الى عامل الوقت انه ربما انه الوقت يساعد وايضا هو ينتظر بصراحه اليوم ذهب طيب ذهب الى الاجتماع بالروس والامريكان انه كان في اجتماع معهم لانه هم المرجعين هذا طيب. الحقيقه هذا هذا هذه الحقيقه اي انت حضرت يعني ذهبت الى جنيف وحضرت ما دار هناك كما قال عرفان حتى انت يعني ركزت في مقالاتك على الجانب الانساني في في سوريا موضوع حمص والمحاصره محاصره المدينه من خلال انطباعاتك يعني وزيارتك للمؤتمر يعني وحضور المؤتمر، هل ما كتب خاصة في الصحافة البريطانية ركز فقط على الجانب الإنساني أكثر مما جرى في مؤتمر جنيف؟ حاولنا أن نفعل الأمرين من مشكلات الأزمة السورية كأي حدث متواصل لفترة طويلة. فالقراء يعرفون ان هذه ازمه جديه لكنهم يصابون بالملل بسهوله ولذلك اعتقد ان من الصواب ان يفعل الصحفي الامرين فهناك مشكلات عمليه كثيره كما ناقشنا مرارا بالنسبه للوصول الصحفيين الى الجانب الحكومي في سوريا ولكن في جنيف كان هناك مزيج مهم من الطرفين كانت هناك الدراما لاجتماع الوفدين دون الحديث مع بعضهما البعض ولكن فقط عبر الابراهيمي لكن في حمص ومدن اخرى الازمه تتواصل حيث يتضور السكان جوعا حيث قتل المئات في سوريا خلال الايام التي جرت فيها المحادثات في جنيف ولكن بالنسبه لوسائل الاعلام يجب الحديث عن الشقين ولكن ايضا من الضروري تفسير حيث لا يتعلق ما يحدث في شق بالشق الاخر فما يحدث حول المائده لم يكن له علاقه بالازمه ولم يكن له تاثير على الازمه على الارض. محمد يعني انا انا لاحظت ان خاصه تحت تغطيه الصحف العربيه يعني كانت يعني الوجود الكثيف للصحفيين من الطرفين يعني انتقل الحوار ظاهريا بانه حوار اعلامي اكثر من يكون حوار في الجوهر هل هذا صحيح هذا الى حد بعيد صحيح ويؤشر الى حجم الصراعات التي نشات ما بين الصحفيين اثناء عمليات التغطيه التي تمت في خلال المؤتمر ان الحوارات كانت في اغلبها تعبر عن اما الانضمام الى طرف او تاييد طرف من المتحاورين على حساب الطرف الاخر وكل صحفي جاء الى وخاصة الصحفيين العرب بشكل محدد يعني انهم جاءوا وكانهم يريد الدخول في معركة للتفاوض لا على الأرض بدلا من يعني يعني مسيسا يعني دخل في الصراع نفسه نعم إلى حد بعيد وهو يشير أيضا إلى المساحة أو الجاب الموجود والذي يؤشر إلى الطريقة التي دعي بها إلى م. هذا المؤتمر هناك العديد من التساؤلات لماذا دعي إلى المؤتمر والمساحات واسعة ما بين الأطراف بهذا الشكل ما هو الدور الذي يجب أن يقوم به الأطراف التي تحاول التقريب ما بين وجهات النظر كي تصل إلى هذا الأمر وهو بالتالي انعكس على طريقة التغطية الصحفية وخاصة من الصحفيين العرب الذين ينتمون بطبيعة الحال إلى الطرفين متناقضين تمام طيب محمد لاحظت أيضا خلال يعني انعقاد مؤتمر جنيف كثير من التسريبات خاصه فيما يتعلق بالولايات المتحده تزود المعارضه بالاسلحه عن طريق الاردن طبعا هذا النقاش لم يأخذ حيزه الكافي في الصحافة العربية يعني أولا دعني أشير إلى أن حالة الفشل التي يعني انتهى إليها أو وصل إليها جنيف اثنين كانت متوقعة وهذه لمسناها ولمسنا التشاؤم منذ اليوم الأول في كل الإعلام سواء العربي أو الأجنبي والسبب في ذلك أن هذا المؤتمر حمل بذور فشله منذ يومه الأول يعني أولا المؤتمر انعقد بدون حضور إيران وهي لاعب رئيسي في المنطقة ولاعب رئيسي داخل سوريا وأصلا عبرت عنه صحيفة الأوبزيرفر في افتتاحيتها نعم. بالفعل يعني غياب إيران يعني بمعنى أو بآخر فشل، ثانيا المؤتمر تحول من مؤتمر سياسي إلى مؤتمر إنساني، ثالثا تم اختصار حتى الأزمة الإنسانية داخل سوريا في أزمة 400 شخص في في محاصرين في مدينة حمص وهذا الاختصار كارثة لأن هناك أصلا عدة ملايين من المشردين يموتون جوعا في المنافي هذول اللاجئين وهناك محاصرين في مخيم اليرموك ومدينة حمص ومدينة حلب وبالتالي هذا المؤتمر تقييمنا له فشل المسألة الثانية أن بذور الفشل كانت ملموسة منذ اليوم الأول ولم نكن ننتظر حتى اليوم الأخير حتى نحصل حتى نحكم عليه بالفشل المسألة الثالثة أن كل الإعلام العربي والأجنبي الأمريكي والبريطاني بشكل خاص كان متشائما إلى حد يعني أنه يريد أن يقول لنا منذ اليوم الأول بأن هذا المؤتمر فاشل بالنسبة لمسألة إمداد المعارضين بالأسلحة الأمريكية فهذا الحديث يدور يدور انه في الحقيقه منذ زمن طويل وبالتالي التسريبات الاخيره لم تاخذ حجما كبيرا في الاعلام لان الكثير من الاعلاميين والصحفيين اعتبروا بانها ليست جديده وهذا حقيقه يعني انا في تقديري انا كمحرر لكن التوقيت أظن... التوقيت توقيت ظهورها اثناء مؤتمر جنيف يعني هذا هو الجديد الناس ركزوا عليها باعتباره انه هو اما ضغط على على الحكومه السوريه او الطرفين ام انه ل تحويل الانظار هو هذا هو هذا هو الجديد ان الولايات المتحده تلعب دورا, دورا سلبيا سواء في السابق عندما كان يدور الحديث عن تسليح المعارضه او اليوم طيب. عندما يدور الحديث عن تسليح المعارضه لانه إيهام المعارضه اليوم وهي على مائده المفاوضات بان اسلحه سوف تاتيها من الولايات المتحده هذا معناه ان المعارضه سوف تضع راسها في الحيط بدلا من ان تتوصل الى اتفاق مع النظام ينقذ طيب. الشعب السوري في النهايه طيب. وبالتالي هذا طيب. عمليه امداد للصراع وإطالة في امده عرفان ايضا لاحظنا ان هناك يعني اثاره مواضيع اخرى اثناء مؤتمر جنيف، مثلا بريطانيا فتحت باب يعني ضيق ومحدود بالنسبه للاجئين السوريين. نعم. يعني هل اثارت قضايا اخرى؟ يعني طبعا الناس يتحدثون عن جنيف، مؤتمر جنيف، ولكن موضوع الانساني داخل سوريا بدا يثار كما ذكرت ايضا في الصحف الغربيه اكثر من الصحف العربيه. الحقيقه ابرز ما في الصحافه او التسريبات بسبب عدم التحضير الفعلي للمؤتمر وراء الكواليس أشياء خطيرة خرجت من خارج نطاق البحث غير القضايا الإنسانية كانت علنية الصحافة الإنجليزية الصحافة الأمريكية الغربية وبعض الصحافة العربية ذكرت لكن في أمور سربت خلال الاجتماع وهي ربما تضغط على الجانبين ويمكن بجوز أنه يكون في رديف آخر يجري الان العمل على غير مؤتمر جنيف وهو ما سرب حول التلويح حول في موضوع الصحافة عن تفك... انه استخدام القوى العسكريه نعم نعم اولا الإثارة موضوع السلاح الكيماوي انه لم يتم الان مم. حتى الان الا 5% منه، في شغله خطيره جدا سربت وانتشرت ولم يجري نفي لها وهي انه في اجتماعات ريفه موازيه موجوده في بيرن بين المعارضه والحكومه بحضور امريكي روسي, روسي. ايراني وهذا التسريب الخطير يعني بالنهايه كانه جنيف هي تمثيليه او مسرحيه خطابيه اعلاميه طبعا بينما تحت الطاوله تجري في بيرن تحضير لتحضير <applause> <applause> ل... <تحضير تصفيق> لاتفاق <تصفيق> سري ربما يصل الى نتيجه طب لننتقل الى موضوع اخر ربما يكون سار نسبيا خبر اقرار تونس لدستور البلاد وتشكيل حكومه جديده كان الخبر الايجابي في غمار ازمات دول الربيع العربي ولكنه لم يلق الصدى الايجابي الكبير في عدد من الصحف العربيه والدوليه رغم ان بعض الكتاب عبر في عناوين وتحليلات بان تونس مصدر الهام مره اخرى بينما كتب اخرون عن تحديات تنتظر الحكومه التونسيه نتابع الصحافه التونسيه عنونت الثلاثاء المجد للثوره وفي افتتاحيتها التحية الصحفية كتب لطفي العربي السنوسي الكفاءة في درجتها الصفر. إذا ما كانت استمرارية وزير الداخلية رديفة استقرار الأمن فإنه كان على المهدي جمعة أن أي يحافظ أيضا على وزير الدفاع باعتباره شريكا لبن جدو في مسؤولية الحفاظ على الأمن الوطني. لنقل صراحة أن وجود بن جدو على رأس وزارة الداخلية ضرورة وكفاءة فالمآرب شتى وهنيئا لتونس بكفاءتها في درجتها الصفر. وعنونت الشروق التونسيه الثلاثاء الدستور والحكومه الجديدان في عيون العالم تونس مثال في بلدان الربيع العربي وفي صفحة الرأي في نفس الصحيفة كتب عبد الحميد الرياحي مهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة باختصار كل التونسيين والتونسيات يتوسمون خيرا في الحكومة الجديدة وينتظرون أن تشرع دون إبطاء في الاستجابة لانتظاراتهم وهذا العنصر بقدر ما يجعل مسؤولية السيد جمعة عسيرة لأنه لا يملك عصا سحرية يغير بها كل الواقع بين عشية وضحاها في الدستور الأردني كتب حسين الرواشدة تونس تلهمنا مرة أخرى ألهمتنا تونس حين أطلقت من سيدي بوزيد شرارة الثورة وهي ها هي تلهمنا مرة أخرى حين تكتب دستورها وحين تنتصر على محاولات الإجهاض التي استهدفت كل بادرة أمل بالتغيير والنهضة في عالمنا العربي أما عادل بن حمزة فتساءل في الشرق الأوسط اللندنية هل يصلح الدستور ما أفسدته السياسة في تونس البعض يقول بأن تونس قدمت درسا جديدا لدول ما يسمى الربيع العربي بتصديقها على دستور توافقي، وشخصيا اعتقد ان تونس وخاصه حركه النهضه استفادت كثيرا من الدرس المصري ومن الانحسار العام لتيار الاسلام السياسي في المنطقه. وكتبت العرب اللندنيه النهضه تتحكم عن بعد في الحكومه التونسيه الجديده، مراقبون يرون ان بقاء وزير الداخليه لطفي بن جدو هو دليل على استمرار تاثير النهضه في حكومه مهدي جمعه، وكتبت الصحيفه نفسها يوم الخميس مهدي جمعه يتجاهل معاناه التونسيين رئيس الحكومه الجديد يكتفي بالدعوه الى هدنه اجتماعيه دون تقديم خطط تنمويه تطمئن التونسيين وعنونت القدس العربيه اللندنيه في افتتاحيتها تحديات كبيره بانتظار الحكومه التونسيه التحدي امام تونس ما زال كبيرا لانجاز بقيه مراحل خارطه الطريق لتعزيز الديمقراطيه وفرض الامن والاستقرار تجاوز المشاكل السياسيه في تونس سينعكس بشكل ايجابي على الاوضاع الاقتصاديه اذا محمد يعني طبعا كل الانطباعات التي خرجناها من الصحافه التي كتبت عن هذا الموضوع هو أن هناك آمال ولكن التحديات كبيرة هذا هل صحيح. هذا, هذا صحيح؟ هذا صحيح 100% للسبب أن إقرار الدستور أو وضع الدستور هو خطوة أولى باتجاه مشوار طويل في تونس تونس تعاني من مشاكل عميقة تونس تعاني أولا من خلافات سياسية تعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة تعاني من نسب بطالة كبيرة وبالتالي هذه الإشكالات وأمامنا ما استحقاقات أيضا انتخابية وهذه الاستحقاقات بالغة الحساسيه نتيجه الفتره الماضيه ونتيجه ما حدث في مصر ونتيجه المخاوف في المنطقه ونتيجه ان تونس موجوده بالقرب من ليبيا وبالقرب من يعني انعكاسات كبيره تهيمن او مخاوف كبيره، وبالتالي الاعتقاد السائد او الشعور السائد بان هذا الدستور هو الخطوه الاولى على الطريق الصحيح لكنه ليس الخطوه الاخيره او لكنه ولكن ليس ولكن ما كتب عن ان يعني تونس ليست هي ولكنها ولكن هي تعلمت من دروس مصر يعني والموضوع ما حصل بالنسبه للاخوان المسلمين، هذا هو الفاصل، هذا الدرس الذي يتحدثون. يعني هذا ربما عندي. اهم المخاوف، يعني اكبر المخاوف ان ال الانتكاسه اذا جاز التعبير التي حدثت في مصر للاخوان المسلمين يتخوف تتخوف منها حركه النهضه، وهذا بالمناسبه لمسناه في تصريح حركه النهضه المفاجئ الذي دافع في عن وزيره مطبعه مع اسرائيل، يعني اخر 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 لا ناس. لانه وضح الموضوع بالنسبه لوزيرة السياحه طبعا. عرفان عرفان نريد ان ننتقل لموضوع ايضا يعني ان هناك دفاع كثير يعني من بعض الصحف ولكن تشكيك يعني مثلا بعض الصحف شككت بذلك الامر بان يعني ليس هناك دساتير تكتب ولكن هذه الدساتير تمسح يعني لا أحد ياخذها بعين الاعتبار هيك تعودنا بالعالم العربي انه لا لا نحترم توقيعنا لكن الحقيقه حزب النهضه تعلم من درس الاخوان المسلمين الانتكاسه التي وقع فيها وقبل بالائتلاف مع الو... بانتظار الانتخابات العامه على اساس من يتقدم يتقدم بس هذه التجربه انا برايي هي مت... كما ذكر احد الاخوه الزملاء هي بالفعل مثال وقدوه بالنسبة لدول الربيع العربي إذا استطاع أن التيار الديني مع التيار الليبرالي والعلماني في الدول العربية أن يأتلفان ويوافقان أو يخضعان لصندوق الاقتراع ويشتغلوا معا في لانه في مشاكل كثيره في مشاكل لقمه العيش في مشاكل الناس بطاله الاميه في اشياء اهم من الدستور واهم من اذا اذا قدرنا نوصل لهذا الائتلاف هذا التفاهم طيب. انا برايي انه المثال التونسي مثال جيد جدا او اذا انتكس حتكون انتكاسه لاي تفاهم عربي بين مكونات الامه واذا نجح بيكون قدوه طيب يعني محمد ايضا طارق الحميد يتحدث عن المقارنه بين مصر وتونس بنفس المعنى بنفس الاتجاه بان مصر هي التي كانت القدوة وليس بالعكس على فكره ده صحيح الى حد بعيد يعني رغم اننا يعني لا اعطي مساله القدوه على انها الـ يعني الاكثر قيمه لكن هو في نهايه المطاف النموذج المصري الهم التونسيين الى حد بعيد جزء كبير جدا من ادراك الواقع السياسي الموجود بس ولكن سنأتي الى الموضوع المصري بشكل مفصل طبعا أي 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 أنا, أنا, انا في اطار الملف التونسي بالمناسبه وهو تجزئه المسؤوليات والشراكه السياسيه فتحت الابواب اي نعم هناك عبء وثقل منتظر للملف التونسيه المتراكمه طيله فتره زمنيه طويله ولكن في نهايه المطاف ادراك حركه النهضه لطبيعه وتركيبه المجتمع التونسي واستجابتها للضغوط التي مورست من جانب القوى المدنيه لتجزئه المسؤوليات والشراكه تنبئ طيب. او يعني تشير الى ان هناك محاوله لانجاز هذه الملفات وعدم الوقوف في العصرات التي وقعت فيها مصر. طب ايه يعني انا لاحظت ان الصحافه الغربيه رغم أن هذا تطور ايجابي لم تعطيه حقه. ان تونس مشكله واجهتنا عده مرات فهي تغطى بالتفصيل في الصحافه الفرنسيه ولكن على مستوى اقل في الصحافه البريطانيه ولكن لا يزال صحيحا ان تونس تتميز عن غيرها مع ان التغطيه محدوده كمثال وحيد للنجاح في الربيع العربي و من الناحيه النسبيه تحقق نجاح نسبي فهناك دستور وبرلمان وحزب اسلامي يسعى الى تحقيق التوافق مع الاخرين هذه قصه ايجابيه ولكن خيمت عليها الاحداث الاكثر حزنا في اماكن اخرى اذا ليس هذا عدم احترام لتونس هناك الفرق الثقافي بين انجلترا وفرنسا ولكن هناك من يقول الاخبار الطيبه ليست اخبارا اذا نتوقف لفتره وجيزه ثم نتابع في سبعه ايام تغطيه الصحف لترشيح السيسي للرئاسه في مصر وخطاب اوباما حول حال الاتحاد ابقوا معنا. عالمك صورك رؤيتك رايك شاركنا عالمك وافلامك عن الانتفاضات والثورات في بلدك ليراها ويتفاعل معها العالم كن أول من يعلم بآخر مستجدات الأحداث من بي بي سي. اطلع على أحدث عناوين وتفاصيل الأخبار. أينما تكون، ابحث عن الأخبار التي تهمك وشاهد مقاطع فيديو على هاتفك المحمول مباشرة. خدمتنا مجانية، لكن عليك تحمل تكلفة الاتصال بشبكة الإنترنت. موقعنا على هاتفك بي بي سي دوت كوم سلاش موبايل. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا ومستمعينا الى برنامج سبعه ايام مصر تحفل بالاخبار ولعل الخبر البارز هو ترقيه وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الى منصب مشير وموافقه الجيش على ترشيحه لرئاسه والخبر الاخر هو محاكمه الرئيس المعزول محمد مرسي واخرين من جماعه الاخوان المسلمين إضافة إلى أخبار الاغتيالات والتفجيرات بعض الآراء في الصحف المصرية رحبت بترشيح السيسي للرئاسة في حين اعتبرته آراء في صحف عربية بأنه مجازفة بينما كتبت صحف بريطانية بأن مصر تعود إلى الوراء إلى القمع نتابع المصري اليوم مع عنوانة الثلاثاء المشير على طريق رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوافق بالإجماع على ترشيح السيسي الشروق المصرية عنوانة الثلاثاء الأعلى للقوات المسلحة يفوض المشير السيسي في الترشيح للرئاسة الأهرام عنونت يوم الأربعاء أنباء ترشح السيسي ترفع مؤشرات البورصة لأعلى مستوى لها منذ أربع سنوات في الآراء كتب محمد صلاح مراسل الحياة في القاهرة عن مجازفة السيسي باختصار لا يحكم السيسي مصر وحده فزمن الحاكم الأوحد ولا وانتهى وإنما مهمته الأساسية ستكون تهيئة المناخ كرئيس قد تؤدي مؤسسات الدولة أدوارها في فاعلية أما المجازفة الحقيقية فهي أن تدار البلد برئيس بينما الزعيم الشعبي الذي يحتاجه الناس هناك خلف أسوار وزارة الدفاع وكان غسان شربر رئيس تحرير الحياة اللندنية كتب يوم الاثنين مقالة تحت عنوان مشابه هذه مجازفة كبيرة بعد ثلاث سنوات من ثورة الخامس والعشرين من يناير يتضح أن مصر عاشت على وقع مجازفات كثيرة وكبيرة ما يتمناه أي عربي هو ان تكون حانت ساعه الانتقال من المجازفات الى المؤسسات الاستمرار في المجازفات يغرق المركب المصري في نهر الفقر والدم، وتساءل علاء الاسواني في المصري اليوم هل يبحث المصريون عن اب؟ اذا قرر السيسي الترشح سيكون في الغالب رئيس مصر القادم، لكن طريقه وصوله الى السلطه ستحدد شكل الدوله المصريه لعقود قادمه، وفي الدستور الاردنيه كتب خيري منصور الرئيس السابع والمشير التاسع، هل سيكون الرئيس السابع والمشير التاسع علامه فارقه في تاريخ مصر الحديث؟ وهل ستساعده الظروف ليغير مسار هذه التراجيديا السياسية في مصر في النهار اللبنانية عنونا أمين قمورية مشير بلعنة رئيس الناس سيختارون المشير رئيسا بعدما أقنعهم بأنه المخلص وعشان البلد تمشي لكن البلد الغارق في حقل الغام لي يمشي بالعودة إلى القديم وبالاعتماد على الضباط المتقاعدين ومثقفي السلاطين وببغاءات الإعلام وملء السجون بالنزلاء وهروات البوليس وسن القوانين الفرعونية وانتظار المعونات الأمريكية والخليجية محمد طبعا نتوقف ببعض الآراء الصحف الغربية كانت شديدة الانتقاد لهذا التغير في في مصر هل يعكس ذلك الواقع أم أن الصحف الغربية لا تزال متحاملة على مصر؟ لا للأسف الشديد يعني الفترة الأخيرة وترشح السيسي وتدخل المجلس العسكري أشر إلى مؤشرات كثيرا من المثقفين المصريين او قل قليلا اسف في التعبير اشر الى ان هذه الطريقه وترشح السيسي واقحام المجلس العسكري فيما يحدث هو مؤشر حقيقي على الاصوات التي تتصاعد في الغرب وتتحدث عن انه انقلابا عسكريا، لم يكن انقلابا عسكريا على جماعه الاخوان المسلمين ولكنه كان انقلابا عسكريا على اهداف ثوره 25 يناير التي تتجاوز فكره حكم الفرد وتنتقل الى مرحله صياغه مجتمع يحترم فكره الترشح على اساس برامج انتخابيه وتنافس حقيقي وتكافؤ في الفرص وليس على اعتبار ان هناك طرف يتمتع بميزه نسبيه تجعله متقدم على الآخرين. وهذا هو السيناريو الذي تم في مصر منذ السبعينات وحتى الآن. الرئيس دائما ما كان إما أنه قائد الضربة الجوية الأولى أو أنه المخلص أو المنقذ أو الذي جاء على حصان أبيض لينقذ الناس من الأزمات الكبيرة التي يتعرض لها. أعتقد أنه ردة كبيرة ما يحدث في مصر الآن. وللأسف الشديد هناك محاولة من النخبة المثقفة القريبة من السلطة لتبرير هذا الأمر ومحاولة محاولة إظهار أن السيسي قد يكون هو فعلا الفارس المنتظر الذي سيغير الحياة الديمقراطية وهذا طيب. يتعارض مع قوانين التاريخ وحركة التاريخ لأن حركة التاريخ تعترف بالقواعد والقيم الرئيسية التي تحكم حركاتها وليس بآمال وطموحات وتمنيات الناس. عرفان عوده الى الوراء الى القمع كما كتبت افتتاحيه الديلي تلغراف لا اعتقد ذلك يعني الظرف حكم انه يكون في منقذ في مصر لانه اعطي الاخوان المسلمين فرصه تاريخيه لحكم اكبر دوله عربيه وفشلوا فشلوا وكان ممكن ان تفشل معهم مصر وتنهار كما يقال مصر ولاده م. مثل بيقول مصر ولاده اليوم نحن امام حدث ولاده حدث كبير اما ان يبدي بمصر الى الهاويه او انه ينقذها من الماساه التي وقعت فيها الان. اليوم موضوع المشير السيسي عندما ياتي اليوم في افراح وليالي ملاح وشيء لكن عندما ينتهي العرس وياتي السيسي الى الحكم مثل ما بيقول بيدوب الثلج ببين المرج حيكون في مشاكل تواجهه اولا مشاكل مع الغرب انه التي تعتبر انه عسكري وانه بجوز حكم قمع وعسكري في معتقلين في محاكمات مصر خطيره جدا يعني ما ما ننسى يجب ان نرجع شوي على التاريخ يعني في عندك ملك معزول رئيس مات, مات مقهور رئيس مات اغتيال رئيس معزول رئيس متنحي ورئيس موقت الان وجاي رئيس اليوم من المؤسسه العسكريه انا برايي انه هو إجا اليوم لانقاذ مصر مما فيها لكن ماذا سيفعل في الموضوع الغرب موضوع العلاقات العربية موضوع إذا كان بده يعمل نوع من عفو أو نوع من إقناع طب يعني ما كتب في الصحافة تتفق معه يعني نعم افتتاحية غسان شربة اللي تحدث عنها مجازفة منقسم من مصر, نعم. مصر, والإعلام العربي والإعلام الدولي الإعلام المصري لا, لا يأخذ منحة في بعض واحدة. الإعلام نعم. في بعض الإعلام يتحدث أنه في مخاوف لأنه في عندك الملفات الكبرى التي أمام مصر اليوم الملف الاقتصادي ملف في البطاله ملف لا أحد يتحدث عنه، لكنه قال ملف في الأمن. عندما أعلن تنسى أه. في الإرهاب في إرهاب بكره السيسي حتى قيل إنه لا يستطيع أن لن لن يشت... يشارك في مهرجانات خطابية رئاسية ولن ينزل لأنه في خطر الإرهاب سيارات ملغومة ممكن يكون في تفجيرات ممكن يكون والاقتصاد أنا برأيي هو أول ملف ومع الارهاب اهم ملفين ليس نزهه ذهابه الى الرئاسه طيب يعني هل تتفق مع هذه الاراء بان ترشيح السيسي هو مجازفه البعض يعني المصريين بعض الصحافه المصريه يعتبروه انه امل وهو المخلص I think it's clear to من الواضح أن كل ما يتابع ما يحدث في مصر ومن زار مصر في الأسابيع الماضية فالدولة منقسمة إلى حد بعيد ونرى هذا معكوسا في وسائل الإعلام المصرية وأيضا في وسائل الإعلام العربية لكن في الصحف الغربية يتذكر الكتاب دراما ميدان التحرير قبل ثلاثة أعوام والآن بالنسبة بالنسبة للوضع السياسي يبدو للبعض أن الوضع أسوأ مما كان عليه قبل ثلاثة أعوام طبعا الأزمة التي تواجه مصر خطيرة وربما السيسي هو الرجل القادر على التصدي لها ولكن كي يصبح قائد الجيش رئيسا لمصر عام 2014 ليس مماثلا لما كان يحدث قبل 2011، الاوضاع تغيرت هذا ليس محمد نجيب في عام 52، فمصر قد استيقظت وهي جزء من حركه اوسع في العالم العربي ومن الصعب ان يتخيل المرء رجلا عسكريا مهما كان شعبيا يستطيع ان يسيطر على الامور ليحقق التوقعات وسواء كنا نحب الاخوان المسلمين ام لا فهذه تمثل مشكله لاي عمليه ديمقراطيه تشمل الجميع وهذا هو الامر المهم في الغرب. طب حتى الان يعني انا محمد الصحف الخليجيه لا تزال يعني متعاطفه مع هذا التغيير يعني كثير من القراءات يعني رشحوا السيسي والاراء تؤيد ما تفعله الحكومه المصريه من تغييرات بينما الصحف المصريه طبعا هي مع نفس الاتجاه يعني لكن الصحف الغربيه وبعض الصحف العربيه مختلفه يعني بالنسبه للاعلام العربي هناك انقسام واضح وهذا بدا واضحا بالنسبه للاعلام الخليجي اهم صحيفه واشهر صحيفه خليجيه جريده الحياه كان مقاله غسان شربل قبل ايام واضحه جدا بانه يعني لا يميل إلى تأييد وصول السيسي إلى الرئاسة كثير من الناس منهم الصحفيين وغير الصحفيين هم لكن عفوا هناك مقال لجهاد الخازن يقول بأن مصر مستهدفة مستهدفة من الصحفيين ومستهدفة من الغرب يعني مصر ليست مستهدفة وإنما هي مهمة يعني الجميع مهم بالنسبة له مصر ومهم بالنسبة له ما يحدث في مصر مصر ليست مثل أي دولة أخرى وليست مثل حتى تونس أو, أو أي دولة أخرى يعني مصر هي قلب العالم العربي وهي الرئة التي يتنفس منها العالم العربي وبالتالي مصر هي أهم مكان في العالم العربي يمكن أن نرصد أن نضعه تحت الملاحظة ولذلك ما من هنا يأتي الاستهداف أو ما يظن البعض أنه استهداف هو اهتمام وليس استهداف لكن فقط تعليق سريع انا عندي بعض التعليقات يعني بالنسبه للملف الاقتصادي يتحدث عنه الاستاذ عرفان يعني يوم الانقلاب العسكري الثالث من يوليو الماضي كانت نسبه البطاله في مصر 13.3% اليوم نسبه البطاله في مصر 14.5% من, يعني من 90 مليون يعني هناك اكثر من على الاقل مليون مصري فقدوا وظائفهم خلال هذه الشهور بالتالي انا 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 اظن بأن أن التغيير الاخير او الاطاحه بحكم الاخوان المسلمين او الانقلاب العسكري الذي حدث هو الذي فاقم من ازمات او فاقم من الازمات التي كانت موجوده اصلا في مصر يعني حتى اذا اعتبرنا ان حكم الاخوان فشل خلال الفتره الماضيه يمكن ان نقبل ذلك لكن ما جاء بعده كان اسوا وبالتالي المطلوب في مصر هو مطلوب التغيير الديمقراطي وليس عوده الى القمع كما جاء في افتتاحيه جريده الاندبندنت قبل ايام في افتتاحيه جريده الديلي تلغراف معظم الإعلام الغربي يذهب الى هذا الاتجاه السؤال هل فشل الاخوان المسلمين يبرر ان نعود الى حاله من القمع والاعتقالات السياسيه دون محاكمات وان طيب. تنعقد الصحفيين. محاكمه صحفيق. وصحفيين صحفيق. نعم يس. عشرات صحفيين يس. يعني هل لك ان تتخيل <applause> ان محاكمه تنعقد في اهم دوله عربيه واعرق نظام قضائي في العالم العربي والمتهمين شهيد في العام 2008 والمتهم الثاني معتقل لدى إسرائيل في زنزانة إفرادية منذ عشرين عاما وجريدة أهم صحيفة عربية يا رجل أهم صحيفة عربية تصدر بتقرير يقول لك بأن كتيبة تسمى العجار ما يقودها أحمد الجعبري تريد التخريب في مصر طيب, طيب أحمد الجعبري استشهد في قصف إسرائيلي في العام 2012 لم يعلم لا المحرر فاته أن هذا الرجل استشهد طيب. ومحرر وضحت الدسك وضحت فاته وضحت ورئيس وضحت فاته ما هذا طيب كلمة باختصار لك يعني الآن لو رشح آخرون لمنافسه السيسي الوضع سيتازم اكثر ام ان ترشيح السيسي اصبح يعني محتوبا لا ترشيح السيسي اصبح محتوما واي منافس للسيسي هو يعني يخدع نفسه ويخدع الناس في نهايه المطاف هناك مجموعه من الاجهزه والادوات والاليات الدوله مكرسه لخدمه هذا المرشح الذي يمثل مؤسسه الدوله العتيقه القديمه التي تحاول استعاده كل الياتها وادواتها القديمه كان من الاجدى ان يبقى السيسي كجزء من المؤسسه العسكريه ولكن ان يضمن تحولا ديمقراطيا يحترم ثوره 25 يناير ويعيد صياغه مستقبل السياسي للدوله المصريه على اسس جديده تسمح للجميع بالمشاركه كانت هناك بعض الاراء ولكن قالوا ان ان يكون خلف الكواليس ربما لن يؤدي الى تغيير الى النحو الديمقراطيه نظر. في مصر وجهه نظر يعني تقدير. في ايضا ننتقل الى موضوع اخر ولكن في هذا الاسبوع نقلت الصحف خطاب حاله الاتحاد الذي القاه الرئيس الامريكي باراك اوباما ولعل اهم النقاط التي ابرزتها الصحافه هي تحدي اوباما للكونغرس الامريكي المنقسم وتهديده باستخدام حق الفيتو في قضايا عده ونقلت الصحف ابتعاد اوباما عما وصفته ضجيج الربيع العربي واشنطن بوست عن ون أوباما يقول لن أقف مكتوف اليدين، الرئيس يتعهد بتوسيع الفرص الأمريكية بموافقة الكونغرس أو بدونه. في الإندبندنت البريطانية كتب ديفيد أوزبون، أوباما يتعهد بفرص للجميع ومعالجة عدم المساواة الاقتصادية، وكرر تحذيره للكونغرس بأنه سيستخدم الفوت الفيتو ضد فرض عقوبات جديدة على إيران. في الدالي تلغراف البريطانية كتب تيم ستانلي، أوباما يتعهد بالمضي وحده في عام 2000. 14 الشرق الاوسط اللندنيه عنونه الخميس الجمهوريون ينتقدون تهديدات اوباما بنقد قرار لفرض عقوبات على ايران. عقاض السعوديه عنونه الخميس لا عقوبات على ايران وخطر القاعده يزداد وسندعم المعارضه السوريه. الحياه اللندنيه عنونه يوم الخميس خطاب حال الاتحاد ابتعد عن ضجيج الربيع العربي اوباما يحدد نهج السنتين الاخيرتين. تمرير تشريعات أحادية والتزام إنهاء الحروب القدس العربية عنوانة الخميس أوباما يهدد بتعطيل أي قانون عقوبات جديد على طهران جهاد الخازن كتب في الحياة اللندنية أوباما يطلق الكونغرس أخيرا ألقى باراك أوباما قفاز التحدي في وجه الكونغرس وخطابه الخامس عن حال الاتحاد كان إعلان استقلال الرئيس عن السلطة التشريعية وبدء سنة عمل إذا يعني الخلاصه التي طبعا كتبتم في الجارديان وفي الصحف البريطانيه الكثير عن هذا الموضوع والخلاصه ان اوباما الان يعني في السنتين القادمتين سيكون يتصرف بمفرده هل هذا هو الانطباع اعتقد ان وسائل الاعلام البريطانيه ركزت على ناحيتين من خطاب اوباما الأمر الأول هو أنني سأواصل العمل مهما كان الوضع في الكونغرس فهو لا يواجه انتخابات جديدة ولديه عامان آخران فقط ولذلك يود أن يحقق إرثا للمستقبل كي يحسن شعبيته ويبدو الآن أن هناك شللا في النظام السياسي الأمريكي ونتذكر قبل أشهر أن الحكومة تقريبا انهارت بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مالي أما الأمر الثاني الذي <applause> حظي بالاهتمام فهو دور أمريكا في العالم وكان لافتًا للغاية، فقد رأينا أنه يعارض العقوبات على إيران ولم يشر كثيرًا إلى سوريا، وهذا أمر حظي بالاهتمام لأن هذه الدولة التي هيمنت على العالم منذ العالم الحرب العالمية الثانية، لكننا رأينا تراجعًا في هذا المجال و. خطاب اوباما عكس ذلك لم يتحدث الكثير عن القضايا الخارجيه كما كنا معتادين عليها وبالنسبه للشرق الاوسط وسوريا بصفه خاصه لم تحظى باهتمام كبير وبالرغم من إشارته إلى النزاع الفلسطيني الإسرائيلي لكن هناك قضايا أهم في المنطقة طب عرفان ما هي قراءتك لما كتب عنه يعني ليس ما قاله هل يعني كان عكس الواقع القراءات والكتابات عكست ما كتبه أم أنها أضافت عنها أو ركزت واجتزأت منها لا أبدا الإعلام الغربي الأمريكي بالذات ركز على قضايا المحلية بالنسبة للوضع الاقتصادي بالنسبة لمجابهة الكونغرس بالنسبه لفرص العمل وبالنسبه للضمانات الصحيه الأمور الاخرى طبعا الصحافه العربيه لم لم تركز على القضايا التي تتهمنا بالعالم منطقه الشرق الاوسط لسبب بسيط انه كان يعني كانه يكمل عمليه التراجع الامريكي او الضعف الامريكي في المنطقه والدور الامريكي بكل اسف لحساب الدور الروسي نحن <applause> إذا ملاحظة بدنا نحلل النقاط اللي أثارها في موضوع الشرق الأوسط، إنه إيران يحاول أن يقول إنه لن تفرض عقوبات جديدة، لكنه بنفس الوقت إنه لا يمنع إنه إذا إيران لم توفي بتعهداتها إنه يكون في إجراءات أخرى. بالنسبة لسوريا يتكلم هو عن استخدام أن مزايا التلويح بالقوه والقبضه الحديديه في انه اخذ السلاح الكيماوي السوري بالنسبه لقضيه الشرق الاوسط طبعا فشل كيري في عمليه المبادره ذكر هو انه سيحاول استمرار لكن اشار لي شغلة واحده معروفه في السياسه الامريكيه انه ستكون الولايات المتحده الحليف الاكبر والقوي والمتين لاسرائيل طب محمد ما هو ابرز ما يعني لفت اهتمامك في تغطيه الصحف يعني خطاب حال الاتحاد الذي القاه أبا عمان. يعني اهم شيء ان هذا الخطاب ركز على الجانب المحلي وتجاهل قضايا الشرق الاوسط وهذا دلاله واضحه على ان الولايات المتحده تنكفئ من هذه المنطقه ولا تتوغل فيها الولايات المتحده تنسحب وينكفئ نشاطها في منطقه الشرق الاوسط واخر انشطتها هي العقوبات على على ايران ومن ثم يعني تقوم بتخفيف هذه العقوبات تدريجيا لصالح قوى دوليه اخرى ربما أو ولصالح حتى تمدد إيراني في هذه المنطقة لكن المهم أن الولايات المتحدة لم تعد بالنسبة لها منطقة الشرق الأوسط ذات أولوية كما كان الحال في السابق الولايات المتحدة وجدت أو على الأقل هذه سياسة باراك أوباما ونجح فيها أنه أقنع الأمريكيين واقتنع هو بأن هذا النشاط فاشل في 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 الشرق ولك الأوسط ولكن استطلاعات الرأي كانت يعني شعبيته متراجعة جدا يعني يعني تراجع بسبب الأزمات الأزمة أو ربما يعني ان يعني يكون السبب الرئيس ازمه الديون الامريكيه التي ارتفعت الى اكثر من 17 تريليون دولار الان وازمه الموازنه التي لم يعني اغلاق الدوائر الفيدرالية الامريكيه واعاده 400 الف موظف الى الى منازلهم هذا يؤثر بطبيعه الحال على شعبيه الرئيس والناس بقى. طيب انه هو تباهى بالانسحاب من افغانستان والعراق وقال كلمه انه لا مجال بعد اليوم للحروب او لتوريط و... امريكا في حروب اخرى وهذا يعني اعتراف أمريكا أتكلم. على أن و... هذه و... مغامرات عسكريه فاشله في فاهم. هذه المنطقه العراق وافغانستان بشكل خاص مغامرات عسكريه امريكيه فاشله والامريكيون بداوا يقتنعوا بذلك قناعه كامله والان يعني لم يعد و... لهم خبز في هذه و... المنطقه وليس فقط الامريكيين ايضا العرب يعني هناك بعض الكتابات بدات تتحدث عن دقنا قوس الخطر بان الولايات المتحده تنسحب من المنطقه كما بعد قراتها في ازيره الحياه يقول ان على دول الخليج ان تتصرف بمفردها بعيدا عن الولايات المتحدة أعتقد إلى حد بعيد أنه بالفعل بدأت هناك أصوات تتصاعد في منطقة الخليج العربي لمحاولة إيجاد وسيلة جديدة أو لاعتماد على الذات وخلق أليات جديدة للدفاع الاستراتيجي عن المنطقة بديلا عن الدور الذي كانت تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية التي عانت كثيرا من الأزمات لم, أزمات. لم يعني لم نجد تحليلا يعني واسعا عن الخطاب فيما يتعلق بهذه قضايا التي كتبت يعني التي تحدث عنها ولم يتكلم احد لم يكتب احد عن عن ذلك هذه قد يكون هذا راجع الى طبيعه او 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 السيطرة الكاملة للخطاب اللغة التي سيطرت على الخطاب هي لغة محلية بالأساس اجعلني أشير إلى أنه يعني أشير في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أنه كان هناك ما يقرب من حوالي 33 ألف تويتة في الثانية حول هذا الخطاب بلغ عدد التويتات أو المشاركة في السوشيال ميديا حوالي مليون و ألف إلى أن انتهى من حديثه أعتقد أن هذه الأجواء ايضا اثرت على تركيز الصحافه العربيه على تناول ما ورد في هذا الخطاب اذ ان ما ورد في هذا الخطاب كان عباره عن تلميحات بسيطه للقضايا العربيه التي تؤشر الى محاوله انسحاب الولايات المتحده الامريكيه وحصر اهتماماتها داخل الولايات المتحده الامريكيه نتيجه حجم الازمات الاقتصاديه التي تعاني طيب والان الى فقره رسوم الكاريكاتير الرسم الاول من صحيفه البيان الاماراتيه وفيه امراه ضخمه كتب عليها اسم اوكرانيا يجرها شعار المنجل والمطرقه بيد كتب عليها روسيا. عارفان؟ يعني اكيد هذه الرسمه معبره جدا اولا هو الشعار الشيوعي ثانيا هذا ضمن عوده الحرب البارده م. الصراع كان ليس في الشرق الاوسط ايضا بين الغرب وروسيا والامريكا وروسيا عوده القيصر الروسي ايضا في اوكرانيا وجورجيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق هذه الرسمه يعني أن روسيا تحاول جر استغلال ما يجري في اوكرانيا من احداث الى جرها الى طرفها م. وهذا هذا بعتقد سيحصل حسب طب محمد يعني لاحظ يعني من حيث الشكل يعني كان عليه للرسام ان يرسم المرأة بشكل يعني لان لأن يعني أوكرانيا معروف نسائها بأنها شقراوات. يعني هذه 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 تعبر عن موقف يبدو انه من رسام الكاريكاتير ضد الثورة الأوكرانية إذا جاز التعبير أو المعارضة الأوكرانية. هل لكن ذلك؟ نعم. واضح يعني من هذا الشكل البائس لي 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 لأوكرانيا، لكن هذا تعبير عن أن يعني الرسم يشير إلى أن أوكرانيا أو المعارضة الأوكرانية تحاول الخروج أو الهروب من الهيمنة الروسية التي تحاول أو بث بالهيمنه على على اوكرانيا وهذه مم. بالمناسبه ليست المره الاولى يعني في السابق حدثت الثوره البرتقاليه والتف عليها من التف وهي ربما امتداد لها, لها. آه. ايا بالطبع المطرقه والمنجل يذكران القراء بالحرب البارده وبان روسيا لا تزال دوله قويه ما لفت انتباهي في مؤتمر جنيف ان لروسيا حضورا مهما في المؤتمر فلاديمير بوتين قد تكون له صفات لا يحبها الكثيرون لكنه بات قوه لا لم يكن موفقا بيها. فعلا في استخدام المطرقة والمندل يعني لمحاولة جذب أوكرانيا لأنه بطبيعة الحال لم يعد في روسيا ما ما له علاقة بالشيوعية يمكن الحكم الشمولي فقط هو الذي هو بذلك وغلاني. طبعا والاتجاه هو باتجاه آه. آه والاتجاه راري. أوروبا اتجاه أوروبا طب بالزبط. نأخذ ربما الرسم التالي من الدستور الأردنية وفي آه العلم وفيه العلم الليبي يتمزق بين ايادي الانفلات الامني والميليشيات عرفان يعني هذا بكل اسف ما يحصل في كل الدول العربيه يعني تمزيق العلم هو تمزيق الوطن تمزيق م. الرمز فبين حانه وما ضيعنا الحانه مثل ما المثل بين الانفلات الامني وبين الميليشيات المسلحه وبين الصراعات السياسيه حيضيع اوطاننا كلها محمد قوة العضلات واستخدام المظاهر الشديدة للقوة وما إلى ذلك ولكن هذه القوة للأسف الشديد تركز على تمزيق الوطن يعني أعتقد أنه كان موفقا في استخدام العضلات ورموز القوة في الرسم وفي نهاية المطاف من يعتصر ومن يتأزم ومن يتمزق هو الوطن الوطن إيه؟ Reminds me of Libya. يذكرني هذا الرسم بليبيا في أيام القذافي عندما بدأ أن سيف الإسلام القذافي كان سيخلف والده وأنه كان يبدو إصلاحيا كان الوضع سيكون مختلفا لو كان الإصلاح أكثر نجاحا ولا نرى هذه النتائج الوخيمة للدولة الممزقة وعبر عنها جيدا في يعني هذا الرسم. الدولة الليبية رفعت الرواتب من 14 مليار إلى 16 مليار خلال العام الماضي من أجل ضم الثوار الليبيين إلى الجيش الليبي ومع ذلك لا تزال من ما هذه كانت أكبر محاولة تشهدها ليبيا لإنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة وما ذلك هناك ميليشيات تتزايد ربما هذه الأموال تم استثمارها في شراء اسلحه بدلا من التحول الى المدنيه وتتزايد الميليشيات ويتزايد الانفلات الامني وهكذا تتقطع اوصال البلاد للاسف الشديد. اذا هذا ما سمح به الوقت لبرنامج سبعه ايام من بي بي سي نشكركم مشاهدينا ومستمعينا على المتابعه ونحيي ضيوف هذه الحلقه من فريق الاعداد والتنفيذ ومني انا لكم اطيب التحيه شكرا لكم والى اللقاء.